الأحكام ليس كما يبدو أن احنا هنقول حكم وخلاص وهيتنفذ، لا اللي بيتحكم عليه لازم الثلاثة يرتضوا الحكم، يعني يتواضعوا. خلاص احنا بقيناش فارقين، احنا ما اعرفش اشتغل في شيل، انا اصلا جاي مشجع ما اعرفش اشتغل في فانتوا الثلاثة هتتفقوا على الحكم. احنا كمان هنبقى زي ما بيقولوا كده open to suggestions، يعني احنا هنقترح احكام بس انتوا ممكن تلاقوا احكام احلى اعوص او اقسى. ايوه برافو يا كريم، او اعنف اقتلني ربما اشرف. احنا مجرد احنا بنساعد يعني، انما انتوا صح. طيب الاحكام يلا بيه ابراهيم فايق، هنقي كريم خطاب طبعا. نقي حد من زمايلك وقدم، لا اتفضل يا فندم، اختار حد من زمايلك وقدم معاه برنامج طبخ دلوقتي، ده اول حكم. ده اول حكم. اختار حد وقلده هو بيقدم برنامجه. حصل. قلد معلق بتحبه، غني اغنيه شعبيه، اجري في مكانك وقلد احمد زكي على اغنيه تتقدم من النمر الاسود، مثل مشهد من فيلم ابراهيم الابيض. دي احكام بقى توزعوا عليكم او تقترحوا احكام تانية. انت ابراهيم الابيض مثلا دي اجيبها ازاي؟ انت ابراهيم الابيض خش بصوتك يلا. مش فاكر مش مين عشري بقى كريم ده. والله امسك كوبايتك بقى كريم عشان ايوه ايوه انت برضه عايز اداء. لا لا سيبها يكسر. ما تشغل المزيكا وراك، لا نقلع النضاره عشان المشهد. ده بيمثل بجد يا جدعان. لا ماما كان بيمثل جامد. لسه بقى تاني بكام صح؟ هو طلع المجد يا ابن انفخ. خمسة ارتبك خمس بواكي طرش هو الكوباية يا سعيد. ما هي فيها مية. عيد من تاني عارف لو فاضية؟ عيد من تاني. حبوظ لنا المية طبعا يا جماعة، حبوظ لنا يا ابن المشهد، فضل لنا المية. لا عايزين نمثل، انا عايز بقى هو عادش كده ما بيديكش اداء. لا ما لازم يبقى زي السكينه في الحلاوه. أيوة. طب يلا 1 2 يلا خش تاني مزيكا حزين. بعتني بكام يا صاحبي؟ خمسة يا ابني طرش الكوباية ساعتها. يا ابني بقى انت عايزنا تراصها، انت عايزنا تبل. ابراهيم فايق اداء ممتاز. هلا ايوه ابراهيم الابيض. ابراهيم فايق ابراهيم الابيض. دلوقتي جه الدور على ابو كريستيانو. يقوم ينطط بقى زي كريستيانو. لا هيبقى سهل، حكم سهل جدا والله. ولا هتحكم عليا؟ لا اتحكم عليك على طول، بس هم عندهم حق الفيتو، ممكن يعترضوا على الحكم او يعلوا عليه. هم عارفين ان انا طيب وهيبقوا طيبين معايا. هو لازم تقول نميمة عن واحد من أصدقائك الثلاثة. دي بتاعتي. يا سلام يا لهوي. أقول لك على الثلاثة لو تقول نميمة كده يعني إيه؟ فيتو. أنا رافض. أنا موافق. إحنا جينا نتفضح هنا. إيه يا عم؟ خلاص. إبراهيم فايق مرة كنا على البحر. ما رحتش معاك في حتة فيها بحر. قدام. وكنا على مركبة. تمام. ما رحتش معاك. و اول ما ركبنا المركبه واحنا كلنا قاعدين قاعده هاديه، قاعده رجالي السودة. كلها رجالي وبتاع، فبدا هو يشتغل عضلات بقى، حلى هدومه ونزل الميه تمام بعضلاته، بس نزل الميه او قرب من الميه ايه ده دي ساعه قوي، راح رجع مكانه تاني ولا نزل الميه ولا عمل اي حاجه. رد اولا الكلام ده كان في السخنه صح كده، ساعه ما كنا مع هيثم عرابي. شهر كام يا ابراهيم ده؟ سنة كان 2010 وانا مش فاكر. قبل الميلاد 2010 مش فاكرها خلاص، كان زمان قوي. انا حضرتك عندي عضلات بس ما بعرفش اعوم، انزل ازاي الميه؟ امال ايه بقى الجو؟ يعني فقلعت بس عشان احسسهم ان انا هشارك. لكن انا والله كتر خيره الراجل بيرفع معنوياتكم والله. ابراهيم فايق انا كنت فاكرك هتحيز الهاني بس طلعت هتحيز الابراهيم. شكرا يا استاذ محمد. خرج منها بس خرج منها. لا مش عيب. بشكرك يا فندم. مش عيب ابدا. نميه على هاني هتحوط. هاني هتحوط. هو معاه كل نميمي. انا خايف بصراحه. المشكله ان النميمي بتاعت هاني هتحوط غالبا، ما ينفعش تطلع الهواء. نقي واحده طب ينفع. ما تقولش يا كريم. يلا ما تقولش. لا معلش. هذا الوجه البتوش. ايوه خلف وجه هذا الحمل الوديع. لا ما يغركيش خالص. بيهزر ايه يا جماعه في ايه؟ هاني هتحوط حياته كلها بلاي ستيشن بيلعب بس.
وممكن يفرج على برامج زمايله انت هنا طول الوقت فما عندوش استنى بس ده واضح ان احنا نبتدي الحلقه من جديد اول جديد على هاني حتكون اتخدعت بقى لها ساعه ونص انت هاني لا يا جماعه انت يا جماعه ومنك انت لا يا ابراهيم ده الاستاذه منى ما كانتش بتقولها كده منك انت والله مش يطلع بره بيتي اه تصدقيهم يا استاذه منى لا والله مش انا بيغيروا منك ها بيغيروا منك يا هاني بيغيروا من الملكه خلاص انا صدقتك يا هاني وهم هم بيقولوا كلام مش كويس خلاص خلاص يا جماعه ربنا ابر بالست من كتر ما هو كويس ومحترم انا مش لاقي حاجه في عنده نميمه لا والله طب كريم خطاب يا جماعه والله الدمعه تفر من عيني مش والله ابكي والله ابكي واتاثرت انا حاسس ان هي بدات طب اجابه بنعم او لا مش عايز اعرف اي تفاصيل هل ينطبق عليه المثل الشعبي القائل يا ما تحت السواهي دواهي ايوه يا فندم نعم ايوه نعم وانا مش عايز مستحيل نعم ايوه مستحيل اصيل اصيل انا عارف وعارف الكلام اللي بتقول عليا انا قلبي اطمن انا قلبي اطمن انا قلبي اطمن ماشي ممكن اسال سؤال ترجيحي اللي هيكسب اللي هيقول الاول اي سؤال على فكره يجي في دماغي فني رياضي اي حاجه اللي هيبقى هو اللي يحكم على الثلاثه يعزموه بقى تمام. يستضيفوه في برامجهم تمام. يطلعوا في الحلقة الجاية يصيطوه معرفش تمام. هو أوكي. اللي يحكم عليهم أوكي. السؤال بيقول ما هو الفيلم عايزين اسم الفيلم اللي اتقال فيه إفيه البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر عسكر في المعسكر وإجابة صحيحة أحكم على أصحابك أحكم عليهم أنا بكمل الأغنية أنا قلت معاك على فكرة رحت مع كريم خطاب هو الفائز من الأصدقاء الأربعة أحكم عليهم يا كريم هو بصراحة مفايز قوي النهارده بصراحة طبيعي هو اللي يبقى فايز في الآخر بصراحة نعم بصراحة طبيعي هو اللي يبقى فايز عشان كده المعلومات العامة كانت هي تبقى علينا كلنا لكن هو أصلا كريم أحكم يا كريم بصي بس يا واد شوفي أنا باركتهم أهو لسه هم فيه أهو روح رياضية فرحان لي طيب جدا مش هتحكم عليه طبعا مش هحكم عليه إنسان من جواه إنسان مش هحكم عليه بس لا هتحكم عليهم كلهم حاضر اتفضل فكر اتفضل افكر دي احكام تبقى حلوه دي بس نفكر بقى كريم انت هتعزمني لا يخرب بيتك انا وهاني انا وابراهيم وهاني في المكان اللي انا هختاره تمام ماشي العزومه دي هتبقى موثقه على الاقل بصوره فوتوغرافيه او فيديو انا هعزم الناس دي كلهم ايوه وحضرتك والساده المشاهدين كمان هتتفرجوا على الفيديو اللي انا هاكلهم فيه طبعا السادة المشاهدين انت كلهم جايين الحكومه انا مش كده انا المشاهدين بقى هيحقدوا هيحقدوا الفيديو ده يتعرض حلو ده حكم ايه تاني بقى بقيت ايوه احكم بقى على هاني بقى حاجه بقى كده انا بفكر لا هاني لا اوعى مش اللي بتفكر فيه لا ايه لو هاني مش اكل فمش اللي بتفكر فيه لا ايوه صح لا هو نفع ده احنا قلنا يا جماعه في ايه يا جماعه ربنا ستره الحريم لا لا الا الله ده تجاوز عادي والله انا كمان اتخضيت هي الناس دي عارفه ايه يعني لسه عارف عارفين ايه طيب هاني انا اللي مزعلني نظره استاذه منى اللي اتغيرت فجاه كانت بتحترمني طول الحلقه حسيت هو انا مش قادر اسقف بصراحه مشيها يا كريم مشيها نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب راسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه واتش ما تخليش حاجة تفوتك